اليوم بعد تأكيد أول 4 إصابات في الشمال السوري بفيروس كورونا كوفيد 19، نحن بنعتقد أنه في حالات أكثر من هيك، بس ولكن ما تم تأكيد تشخيصها بعد، خاصة أنه نحن في منطقة محاطة بكل المناطق المجاورة كلها من المناطق الموبوءة. نحن كانت بلشنا من أول ما بلشت هذه الجائحة بإجراءات، وهلأ نحن رفعنا مستوى هذه الإجراءات الاحترازية الاحتياطات من خلال تخفيف التجمعات، إيقاف هلأ مبدئياً العيادات لمدة أسبوع، بالإضافة إلى استخدام التأكيد على استخدام الوسائل الوقاية الشخصية، منع الزيارات، بالإضافة إلى الحالات المشتبه فيها عم تم إن احنا إرسالها إلى التحاليل، أخذ المسحات وأخذ التحاليل. نحن الصراحة عم تواجهنا صعوبات كثيرة في هذا الوقت. الصعوبات هي إنه قلة مراكز الحجر الصحي، قلة المواد الطبية اللي بتستخدم في وسائل الوقاية الشخصية، سواء كانت من معقمات، سواء كانت من كمامات وماسكات، وبالإضافة إلى الأجهزة التنفس الاصطناعي، أسرة العناية المشددة اللي هي بالأساس عددها قليل. نحن كمدنيين عايشين بالمناطق المحررة عندنا تخوف كبير من موضوع مرض الكورونا، من موضوع انتشاره بشكل أكبر، وخصوصي إنه في عندنا موضوع تأمين وسائل الوقاية كمواد منظفات أو مواد تعقيم أو حتى الكمامات. يعني خصوصي إنه هون في عندنا الإنسان اللي عنده 7 أشخاص في عائلته، ويلو يجيب مثلا كمامة إذا كان سعر عالي، أو بده يجيب قوت يومه، وخصوصي إنه موضوع الأعمال إنه واحد بده يشتغل أو يأمن مصاريف لبيته. فنحن في عندنا تقصير كثير في موضوع تأمين وسائل الوقاية أو وسائل التعقيم أو حتى الكمامات. نتمنى يكون في اهتمام بهذا الموضوع. فزعانين اتصال كورونا لعنا، ما في سلل تنظيفات ولا في صرف صحي عندنا مظبوط، وفي عالم قاعدة، ناس قاعدة فوق بعضها، فرد خيمي جاي عائلتين ثلاثة فرد خيمي، يعني كتير كتير ضعيف هون عندنا، كتير هذا ضعيف، ومي قليلة كمان، مي قليلة، ما في شيء. يعني فزعانين على المرض، من المرض على الأطفال أكتر شيء، على الأطفال، وحتى سوء التغذية ما عم بيجي مشان الأولاد، ولا دواء ولا شيء عم بيصير لعنا ابدا، يعني خدمه كثير قليله. نحن بقى كيف مخيم ونازحين متخوفين من مرض الكورونا، وقلت المي عندنا، لازم يكون في عندنا كثره مي مشان النظافه، ولازم يكون في الناس توزع لنا كمامات كفوف مشان من هالناس تحافظ على حالها من مرض الكورونا. وفي عندنا قله اهتمام بالمخيم عندنا هون من نظافه كثير كثير.